بيئيا أيضا سلمت وزارة البيئة كميات من الحطب لمدعي الجمهورية والتي تمت مصادرتها من قبل قوات حماية الغابات ومكافحة الصيد الجائر. تقرير محمد السليك وقراءة آدم حسن المكاوي. بدعم من قوات خدمات الأمن وتأمين مؤسسات الدولة الدي جي سي، استطاعت قوات حماية الغابات ومكافحة الصيد الجائر التابعة لوزارة البيئة والصيد والمياه من مصادرة كميات كبيرة من الحطب الأخضر من بعض المواطنين الذين حاولوا إيصاله إلى السوق رغم منع الحكومة ذلك. وتأتي هذه الجولة لتسليم هذه الكميات التي تمت مصادرتها رسميا لمدعي الجمهورية، حيث بدأت عملية التسليم الأولى بمركز إداري لينيا، وهناك سلم مسؤولي وزارة البيئة والصيد والمياه 14 عربة محملة بالحطب الأخضر تمكنت القوات من ضبطها وأصحابها. بعد ذلك توجه الوفد إلى قرية ورولا حيث تم تسليم كميات كبيرة من الحطب التي استحوذت عليها قوات حماية الغابات وقوات خدمات الأمن وتأمين مؤسسات الدولة الدي جي سي من بعض المخالفين، حيث تمكنت من ضبطها من هذه القرية والقرى المجاورة لها خلال الأسابيع الماضية. وفي نقطة مراقبة القابات الكائنة بحي قاسي، سلم مسؤولي وزارة البيئة والصيد والمياه يتقدمهم الأمين العام للوزارة الحطب الأخضر الذي صدر مؤخرا من بعض المواطنين الذين حاولوا نقله لداخل العاصمة عن طريق الزوارق المائية. أما النقطة الأخيرة فهي نقطة تفتيش الغابات الواقعة بلا ماجي، وبعد الانتهاء من عملية التسليم صرح الأمين العام لوزارة البيئة والصيد والمياه بالحديث التالي: هطب السيزير ده اللي ما جينا انا اوفره ما ناس انا اللي ما انا دي جي سي ام يسوي خدمه ده ايزون سيزي كان مركب بقى تشوفوا ده كان وتر القاعدين هناك ده كل سي او كيون سيزي وفي القانون ده توسكي سيزي نسلمه لجستيس جستيس سي خدمه ده. واضاف مدير اداره مكافحه الصيد الجائر والتدهور البيئي قائلا: واسع انا نقول أول دولة دي هوتا فلقاني فأولار دائرة في الوزا تكيا شافة ناس دول دا هلين شيل أكت عديف أم باقر يمرك أم باقر غمارك دا فاس إندا جوات أنا وقايد فوس أنا وقايد. أما مدعي الجمهورية عند تسلمه هذه الكميات من الحطب الأخضر قال إن القانون سيأخذ مجراه تجاه القائمين بهذه الأعمال الممنوعة ووسائلهم التي سعوا عن طريقها لنقل الحطب. نشكر الشرطة سوت خدمة عديد والحطب الحصة كروبو ما حطب ويدا حطب وطائر الشالو فوقا خيل الشالو فوقا ده كله كي يعني شيء موسف وشيء مخالف القوانين. أنينا إذا في ناس كروبوم وجابوم نقدر الناس دول ده نقدمهم قدام المحكمة ونعاقبهم على حسب القانون هذا. وإن هذه النشاطات تدخل ضمن جهود الحكومة الرامية إلى مكافحة الصيد الجائر وحماية الغابات. ضبطت بعثة قوات الجمارك بإقليم شرق الأوسط مجموعة من السيارات بمدينة صار حاضرة الإقليم والتي تحمل البضائع المهربة من دولة السودان. خليل حسن. جابت بعثة المراقبة ومكافحة التهريب الضريبي إقليم شاري الأوسط وصولا إلى مدينة سار، وكانت البعثة بقيادة العقيد محمد أرجى محمد القائد العام النائب للقوة الخاصة لمكتب مكافحة التهريب بمكاتب الجمارك. هذا وقد ضبط مسؤولو البعثة على مجموعة من السيارات المهربة قادمة من السودان متسللة بالدخول إلى مدينة سار حاضرة إقليم شرق الأوسط بالتعاون مع مختلف الجهات الخاصة بأقسام الجمارك، حيث توصلوا إلى إيقاف عدد من السيارات وتفتيشها. وكانت المفاجأة أن هذه السيارات محملة بأنواع من البضائع المهربة والتي تصل إلى 700 جوال سكر و223 صفائح من الديزل و20 كرتونة مغلفة لمختلف الأدوية. فلانا جينا ده هني ندور للزفتة يعني كم كوماسان كم ترانزيتير كم دوان يفوك يعني نبو الناس ونت بس باتريوتيسو دولة ما نورو دوانة وير جادو ميو كم 30 مليون والناس 40 43 مليون من كفو 88 مليون لما كفو
انا سمعت عربو عنينا ايفاليا شفنا فوق 88 مليون يكفى ويكيل ما يرسبكتو ويدونو فرط يصور يسوى امان. محافظ محافظة بحر كو بورسالا نايندندي قدم شكره للفريق القائم بمكافحة التهريب الذي يقوده محمد أرجا محمد من رصد ومتابعة هذه السيارات. ويعتبر ضبط البضائع المهربة وجمركتها أمر أولته الحكومة عناية بالغة منذ تفاقم الأزمة، وذلك من أجل إثراء الخزينة العامة للدولة وتوفير قاعد يرفع قليلا من المصروفات التي أثقلت كاهل الحكومة. شهد إقليم بركو حملة تطعيم المواشي من الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية، حيث أطلق الحملة حاكم الإقليم حماد داود بشير. تقرير آدم حنفي. حملة تطعيم المواشي التي أطلقتها وزارة الثروة الحيوانية قبل أسبوعين بكافة الأراضي الوطنية لا زالت تتواصل لتعم كافة المدن والأقاليم بالبلاد. وعلى غرار بنك المندوبيات، أطلقت المندوبية الإقليمية للتنمية الريفية بإقليم بركو حملة تلقيح المواشي من الأمراض الخبيثة التي تصيب المواشي. وخلال فعاليات الحملة قال المندوب يوسف بكر إن هذه الحملة ستستمر لمدة 20 يوما، ودعا خلال كلمته سكان الإقليم بضرورة اغتنام هذه الفرصة وإحضار مواشيهم إلى الحظيرة الخاصة بالتلقيح، حيث توجد أدوية نوعية تقي من معظم الأمراض التي تفتك بالمواشي. كما أن الطاقم الذي يعمل بهذا الشأن مستعد لتقديم أفضل ما لديه لحماية مواشيهم. أما حاكم الإقليم داود حماد بشير قال إن قطاع الثروة الحيوانية يعد أبرز قطاع يرتكز عليه الإقليم في اقتصاده بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي وتوفير فائض من اللحوم وتغطية احتياجات الإقليم، وأن نسبة 80% من سكان الإقليم يعتمدون على الثروة الحيوانية. كما أن عدد المواشي في الإقليم بحسب إحصاءات تبلغ حوالي 3 مليون رأس. إذن هذا تقرير زميل عز الدين الأمين نصر وليس آدم حنفي. ترأس ممثل الصندوق الوطني لدعم الأنشطة السكانية مناسبة انطلاق الدورة التدريبية للنساء الجمعيات التابعة للكنيسة البروتستانتية. تقرير بحر الدين عبد الشافي الديد. انطلقت فعاليات الدورة التأهيلية لمندوبي الكنيسة البروتستانية التي نظمت بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الأنشطة السكانية فوناب، وذلك بهدف تدريب وتأهيل نساء الجمعيات التابعة للكنيسة البروتستانية لرفع الكفاءات والمهارات ومعرفة الصناعات اليدوية مثل صناعة الأكياس وضفارة الحبال البلاستيكية. هذا وقد تحدثت رئيسة المشروع لتدريب نساء الجمعيات بالكنيسة البروتستانية عن ضرورة تدريب النساء وتأهيلهن في الحرف اليدوية بغية المشاركة في دفع عجلة التنمية المستدامة. ممثل الصندوق الوطني لدعم الأنشطة السكانية نور الدين متلمة أشار في خطابه إلى الأهداف الضرورية التي نظمت الدورة من أجله: الاهتمام بشؤون المرأة ومكانتها ومشاركتها في الحياة المدنية منها الاقتصادية والاجتماعية من أجل محاربة الفاقة والبطالة، ودعم سياسات الحكومة الرامية إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية. بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية الشهادية من جميعنا. أشكركم على طيب انتباهي ومتابعة. ألقاكم دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.